في مقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا. اجتمع مرشح الأغلبية للرئاسيات محمد الغزواني بالأحزاب الداعمة له. رؤساء الأحزاب التي من بينها حزب المعارض قرر مؤخرا دعمه للغزواني. ناقشوا خلال الاجتماع نظام تسيير الحملة المقبلة وطرق الشراكة بين المترشح وأحزاب الدعم. أعطاهم فكرة عامة عن نوعية الشراكة إن شاء الله اللي تعود بينه والأحزاب السياسية في إطار العمل السياسي الانتخابي المستقبلي. وثمنوا هم أيضا من جهتهم هاي الزيارة واعتبروه بادرة طيبة للمرشح مع الأحزاب الداعمة له. لقاء للغزواني بداعمه يأتي بعد فشل المعارضة الموريتانية في اختيار مرشح موحد رغم توقيعها قبل أشهر على اتفاق يقضي بذلك، وهو الاتفاق الذي لم يكلل بالنجاح بسبب دعم أحزاب معارضة لمرشحين متعددين. أحزاب الحلف الانتخابي المعارض بعد فشله بتقديم مرشح ينافس به في الانتخابات الرئاسية المقبلة توزع بين المرشحين الذين أعلنوا عن عزمهم خوض الغمار الانتخابي للرئاسيات المقبلة. بعضهم دعم مرشح نظام وزير الدفاع السابق محمد الغزواني، بعضهم الآخر دعم الوزير والسفير السابق سيدي محمد أبو بكر، فيما بقية أحزاب أخرى لم تحسم موقفها بعد من المرشحين أو ما إذا كانت ستقدم مرشح مستقل تنافس به في الانتخابات المقبلة. معالم السباق الرئاسي المقبل بدأت تتضح من خلال معرفة أسماء المترشحين للرئاسة، رغم أن اثنين من أحزاب المعارضة لم يعلنا حتى الساعة موقفهما من ما يدور في الساحة، وهو الموقف الذي ينتظر الشارع الموريتاني أن يضيف شديدا للمشهد القائم.